يعني مسافرة خلاص؟ أي سبتي ماري منصور؟ بعد أنت ما سافرت سوريا بيومين خلاص يعني مسافرة القدس. عايزني أقعد في مصر؟ يا ريت. مش عارف أنا روحي معلقة بيكي، بس يمكن لمصلحتك إنك تسافري. لمصلحتنا إحنا الاتنين سارة، الحكاية يمكن أكبر مني ومنك، ولو فكرت كويس هتلاقي فيها الخير إلنا إحنا الاتنين. صدقيني مش هنساكي، والله مش هنساكي يا سارة. ولو زرتي مصر لازم تتصلي بيا. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من اسمها. طيب بس